أكو قضية عن أحد تجار مشهى حين كان مشرفا على الموت، فجاءه الشيخ حسن علي الطهراني وأعطاه شيء من تربة سيد الشهداء. هو كان يوصي الشيخ حسن علي الطهراني، يعني كان في حالة وصية أنه هكذا افعل بأموالي. يقول أخذ شيء من تربة سيد الشهداء قال تناولها، يقول بمجرد ما وضعتها في فمي وإذا أشعر أنه عدت كما كنت من قبل في تمام العافية والصحة.